عليكم خوتي خواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان. اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا، واحد الدويره خفيفه هذا، واحد الميركات سوق صغير هنايا في بلا بلاريس في النواحي ديال خيرونا، كيديروا داكشي ديال الكوتور ديالهم ديال التقاليد، المهم كيبيعوا شي حويجات ديالهم، وكيديروا داكشي ديال الحوايج ديال يعني الكوتور ديالهم التقاليد ديالهم، وكل واحد كيجيب شي حاجه كيصنعها ولا هذه وكيبيعها، كيديروا اوني اورو اورو الحاجه. وغادي نضرب بكم واحد الدويره هنايا، جيت انا هنا دويره خفيفه، غادي نشارك معكم هذه الجوله هذه، بقاو معنا ما تمشيوش ونرجع معكم. انتوما كتشوفوا معنا هنايا دايرين هاد الشيء ديال الفروتات، التفاح والقرعه، هادي ديال البينو، كيتعصر البينو العنب، كيخرج هنايا البينو فهاد، كيحطوهم فهاد البوتيات هادو، هما حاطين فوقو العنب الفوق، شوفوا معنا. المهم انا غادي نهبط، نهبط معاكم لتحت باش ندوركم على، كل شيء هنايا على 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 حساب هذا السوق هذا، ونوريكم كل شيء شنو كيحطوه هنايا اليوم. كيجي مره ماشي ديما هذا الشيء، وكل واحد كيحط هنايا الفرده ديالو. وجيت بغيت نشارك معكم هذه الجوله هذه خفيفه، انتم هذا الصحراء دام والزيتون، شي ديال الزيتون هذا عاوتاني الزيت واقيلا وي يعني كل واحد كيجيب يعني الحاجه ديالو كيحطها هنايا كيبيعها، اللي عنده شي حاجه كيصنعها كيقدر يصنعها هنايا وكيبيعوا داك الشيء رخيص هنايا. انا نزيد نصور لكم، ندير بكم دويره مزيان هي، شوفوا معنا هنايا. صراحه سوق زوين بالنسبه للباسطات و زوين صراحه عندهم. ديال هادو كويس، صراحه داكشي زوين. انا جيت دويره خفيفه هنايا وقلت نشارك معاكم يعني هذا السوق هذا. المهم ندوركم مزيان هنا تشوفوا كاع يعني الطارادات اللي حاطين هنايا واللي داكشي اللي كيبيعوه. تدي صحاب الجلد ديال الحوايج اللي كيصوبوا الجلد، هادي واحد البقرة عاتسمو كيخلصو كيقدر الانسان يدي الحليب، كيحلب الحليب هنايا داكشي كتخلص وتاخد كيعطيوك يترو ولا سيترو ولا هادي، وكت كتحلب من التحت، شوفوا معانا. يعني راه لتحت تما كاين، ملي كتخلصهم كتعطيك تعمر الحليب من التحت الدراري الصغار و... صراحة داكشي عندهم زوين هنايا، نديكم هنا. المهم بقاو معانا ما تمشيوش، انا نساريكم مزيان هاد السوق هذا، نتوما ديال الفلاحة داكشي ديال التفاح التبان
الدراري الصغار هنا كيلعبوا. امور ديها انتم كتشوفوا معنا كاين داك الخيل و العاب ديال الدراري الصغار. وانا غادي نطلعكم من هنايا، نطلعكم من هنايا احسن باش تشوفوا داك الشيء. انا جيت داز قبيله شفت هنايا الحمار غنديك نصوركم دابا ليه، ومع الحمار انا راه قليل هنايا يعني باش تلقى الحمار، ماشي بحال المغرب صراحه. انا سمعت شحال هذيك يقول لك اللي عنده الحمير هنا كيخلصوا عليهم، شحال ما كان عندك حمار واحد جوج ثلاثه الدوله كتخلصك عليهم. جيت هنا لهاد السوق وانا القاعده حاطينه هنايا كيتصوروا مع الناس صراحه، باش تلقى حمار هنايا يعني شي حاجه اللي هي مستحيله، ماشي بحال في المغرب، ماشي بحال في المغرب كتلقاهم مزلعين بزاف. هنايا هانتوما دايرين هنايا الشي ديال الدجاج، دايرين ديال الدجاج فوالا. كومون تي اماز وسيم ريف مروكي. شنو عجبك، شنو عجبك هنا؟ عجبك الدجاج ولا عجبك الحمار؟ ها شكون هادو فلاليس؟ الحمار كتشتو معانا هنايا صراحة يعني. داكشي عندهم زوين بالنسبة للصباغة، هنا كيجيو كيحضرو الصباغ يقول الدراري الصغار كتخلص اورو ولا خمسة على حساب خمسة اورو، وكيدخل الدري الصغير كيصبغ هنايا داكشي ديالو. صراحة داكشي عندهم زوين. بقاو معانا، انا غادي نزيد شويه ليها، باقي واحد الشارع ليها غادي نزيد نصوروا لكم نشوف لكم داكشي اللي كاين ليها. اوكي ما تمشيوش، تابعونا حتى الاخر ديال الفيديو، ما تنساوش تابوناو معانا وتشاركوا معانا في القناه باش يوصلكم اي جديد، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وهادي انا ندوزكم دابا الشارع الاخر، بقاو معنا ما تمشيوش. هنايا كتشوفوا معانا داكشي ديال الدراري الصغار، الديكوراسيون اللي كيديروا في يديهم و بالنسبة للدراري الصغار صراحة يعني داكشي زوين. بالنسبة اللي عنده الوليدات الصغار وهادي كيجيبهم هنايا، كيقدر اما يصوب هاديك بيدو كياخدها اما كيشريها. انا ندخلكم ليها، بقى لي هاد الشارع، هاد الشارع اللي ليها كتشوفو معانا في داكشي ديال الخياطة، كيخيطو داكشي ديال الناس الكبار. غادي نديكم تشوفوه، تشوفو معانا هادي درعا غندخلكم ليها لداخل. صراحة انا دزت قبيلة من هاد دابا راني غادي دزت من هاد قبيلة، عجبني داكشي. عندهم ديك العيالات الكبار اللي هما عندها شي يعني كتعرف تخيط شي حاجة ولا كتجي هنا كتصوبها، وكاين اللي بغا يشريها كيشريها. و هانتوما شوفوا معانا داكشي ديال الخياطة، الصوفا يعني باقي محافظين على الكولتورا ديالهم، و داكشي
التقاليد ديال القديمه ديالهم، كيصوبوا كيبيعوا كي على حساب اللي بغى يشري من هنا كيشري. صراحه انا دابا رجعت معكم البلاصه اللي غرافيت لكم فيها اللي بديت لكم بها الفيديو، هي هذه كما كتشوفوا معانا. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over. I know it's true. You made me happy for a while. القديم ديالهم الفلاحة الماكينة وداكشي ديال الحصاد ديالهم والتبن كما كنشوفو معنا. هادشي عندو علاقة بداكشي القديم ديالهم. هدا الدرابو ديال الكاتالان الراية ديالهم شوفو معنا. دار القديم تكتيلو صراحة هذاك الشيء زوين. كتشوفو معنا الدارو الكارطة بريكار نيبرو كيفاش كان كي الحبر صراحة هذاك الشيء زوين. الشيء القديم باقي محافظين عليه. جومي شتوهم هاهما صغار قدام هاهما سخانة هي هنايا قديمة تاهي. هذا ديال قاضي التحقيق 1897 1897 باقي محافظين عليه. هذا الدرابو البانديرا ديال الكاتالان هو هذا. خوتي هذا ديال القوضات اللي بان لي انا اللبسه ديالو هنايا واقيلا ها هو اللبسه ديال الكحله. مكتوبة قدامين هانتوما باقي محافظين عليه داكشي. هنا فين كانوا هادي هنا قديمة تصويرة فوتو قديمة ديالهم كنظن المحكمة القديمة هي هادي. شوفوا معنا داك الشيء باقي محافظين عليه صراحة. ثانية
sí, porque además te tengo que poner en una tallita de cartutadas. هادو الالاف ديال الحصاد اللي كان عندنا حنايا الغربال باش كيغربلو بسيطة تاهم معنايا ديالهم خيط شتي الكوردة باش كانو كيغطو كيغزلو هداك الغزل هادي في السلة اللي كيديرو فيها الخضرة والبصلة وداكشي ديال الفروج هذا ديال السيمة باش كيخلطو السيمة البرويطة كيف كنقولو حنا البرويطة ديالهم قديمة ديال الخشب ها هي الصباط ديالهم كانو كيلبسوه شوفو معنا هنايا المسيطة المثلث داكشي ديال اللي كانو كيبنيو به ميزان ميزان ها هو ميزان ديال العبارة ها هو ميزان الما ديال المنزل المهم باقي محافظين عليه داكشي صراحة زوين داكشي بوينو خوتي هذا هو الفيديو اللي كان معكم تشاركتو معكم كانت واحد الجولة خفيفة هنايا في هذا السوق ديال بلا بلاريت وكنت شاركت معكم هذه الجولة خفيفة ظريفة كيف شفتو معنا في الفيديو ما تنساوش تابوناو معنا في القناة تشوفكم كاع الجديد ان شاء الله نشوف فيديو واحد اخر وتهلاو لي فراسكم